بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين نسال الله عز وجل ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وان يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. طبعا تدرسنا مسجد الحرس ان شاء الله نجمع راينا تا كتاب نوس داخل لا كشف الشبهات يا ولله الحمد والمنه توفيقنا يا رب سبحانه وتعالى قوينو تن شبهات دبها لا كل انتقسنا ودينين مالتي وما مسملسن. حجين تايلو مؤلف رحمه الله عليه ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة جدا إلو رخيب كان لها أبقد عسران حمشتن آخر على نام على تيو اذا كتاب نازي اه خمزي جيرنا ندم هايلو بذكر مسألة عظيمة مهمة دخونا اقد داس زخونا ايلو تفهمو مما تقدم كام كولاسا قلاصة نوستو كام انتاينا نردو ايلو كابتزا حالفة نردو ايلو ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها كتاب شبهات مذكرنا إذا حجي نذكرها زلنا دمان. نبينا خاص غيرنا دلنا لعظم شأنها هيلو عباي عباي قداي سلاز خنت والله تستبحوا الله اخو حجي عباي يا قد قداي أبو اب خوم يدماني ام شمس الغلط فيها مخنياتو بزوح نغرات بزوح جيغات ادماني سلاز ركب فنقول لا خلاف أن التوحيد لا أن يكون بالقلب واللسان والعمل خلافة يا بأهل السنة والجماعة توحيد بمنتاي مسكر الله ويدماني تاي كتقبر الله موحد تدكوينو جنة أتونيو موحد يخان زباع التوحيد دماني بثلاثة تنقراتين كتكبر هذا اللون أولا بالقلب تتوحيد لا إله إلا الله مالتيو قال ايدماني باللسان سال سايد ماني بالعمل. بزن سلستي أنين كدقلت فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. ترى خابزن سلست حنت ترى غودي لاتن هذا اسلام اي كتب له هذا المس هذه المساله يعنون لها في كتب العقيده بمساله الايمان. اذا انت بكتب العقيده مساله الايمان بلو. وأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان إذا تعرفنا إيمان مالتيو قول باللسان بملحس كاتب الإخاء اعتقاد دم كل له كم دماني كل كل دماني كل ما أبزحك طاعة دماني دم تا تيتخون توسخ كلما ما غير كاد كادمان تائم هندماني تقول دل مالتي نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله عز وجل أن يزيد في إيماننا هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وقد عرفوا الإيمان به وتنوعت عبارات السلف في تعريفهم للإيمان نزا إيمان زيا ببعينة تعريف غيره علماء زقلتوا ولكنهم متفقون على الأمور الثلاثة لكن كلهم علماء أهل السنة والجماعة زن سلستزياتا أتفقوا ميوم انتهي الاعتقاد على بالقلب بالبخام إيمان والإقرار باللسان بملحس كامل الرققات والعمل بالجوارح بتكب... بأكلات كادماني أبتكبر مو عالم هذه بشكل مختصر دخان دمان نزل حج سلستي عند بلناين عادي لا ناتن إنا مالتي إن الاعتقاد بالقلب بالبها خت ولذلك ربنا عز وجل تايلو ولما يدخل الإيمان في قلوبكم آمنا مسؤولو جينا حان حجة أسلمنا بوليكم ده حريت إيمان ولما يدخل الإيمان في قلوبكم زي أب سورة الحجرات الحجرات ده لما أب سورة المجادلة دمان ربنا عز وجل كتب في قلوبهم الإيمان بمعنى حجتي إيمان أبي اللو مالتيو قبل مالتي ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه تابل فان الايمان له اصله الايمان الذي في القلب اصل مسرتها إيماناً من تأد الله تمسرتها تا مالتي ابلبل بالله ولا بد فيه من شيئين كلتا نغرات الله لب أنا كلتا نغرات الله تصديق بالقلب بالبخام ايمان واقراره ومعرفته كت تأمنوا دل خادماني كتفلت الله جوت ويقال لهذا قول القلب قول القلب نيلبي زربالو له نيلبي زربا تاي مالتيو حد خبطهم علماء جنيد ابن محمد استبهاله التوحيد له قول القلب والتوكل عمل القلب تلا إلى هاي اللقطة بلا خلقها قبل بختصرت إن كلا ناي عمل ني قلب دمان تيالو يبردو ازي توكل عمل القلب توكل عمل بأفكار لا بافكا توكيل ايدو وقت لكن قند من تأت الرقا قدس اللا مالاتيو أبو قلبي أمالتي إذن الاعتقاد بالقلب زي أتا دليل مرتعون أتا مالتي اه قول الله عز وجل والإقرار باللسان بملحاس كادمان ما نكتب له لك حد أنا أمينة يكون زيناتكم خلاص أمينة اللي لك من عبل بلا أختي كان لنا ولذلك ربنا عز وجل بسورة الحجرات تايلو قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قولوا إذا كبل الله مالتيه مبالكم زلا ولذلك برواية البخاري ومسلم دلوا حديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام تايلن أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حتى يقولوا عجت تلا إله إلا الله سني بمن تيتبها المالتي بملحس كتر رقاقة الله مالتي والقول باللسان عنصر أساس من عناصر الإيمان زاد كا مبالك تقندي أمالتيو فلا يتحقق دخول المرء في الاسلام الا به نعا حردي الواسني خلاص تي يا سلامه يبلكا لا اله الا الله تلك إلا سا مون دحر لا ساتري فاتو زلا بلكا مو عند لا تري في مالتيو اذن عنصر اساسي مالتي فلا يتحقق دخول المرء في الاسلام الا به ولذلك شيخ الاسلام نتيم تايبل ف فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا تخاك لا تعلو ممكن أسمتو تخوين ويدي زارب تخوين زخالي يحكم لكن كبلاً دخا على خلو تدع زيل وتلا إله إلا الله محمد رسول الله سلام عليه بحالنيو كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كلهم صحابة دي بدحر صحابة زنور تابعين لهم متفق عليه عجغ نقاقية بلنان قيلة لا لا تدعى يبلكا كم قم دبل له مش مبو خالو كل إيد أمن الله لا نقري أمن الله إبلكا مو أمن الله يلوا ديو لا عيب لانا له خلاص دحر دي إلوا أسلاما كبا وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر شهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله زي بلاسب أسلم أي خا ولذلك يا إخوان حساب حساب لو بزح جزين تاي قاتم يا خا أنا خمس مسلم دليل له مو أبت أسلم الناس أتودنيس دليل بلاك عج قال بل بلت أنا حبل كنوز ذكاء الشق كل مل تاتيلو يدنا قيو كم زلو استرخبه حزنك كان كيدي نبلو أم من قدي قد قال ركب ويموت حج على خطر يعني ذنبني اخا وهنا لا اله الا الله انت اديلوا جينا حكمنا يسلمنا اي هو هبوني ولذلك من لم ياتي بالشهادتين فهو كافر الثالث العمل بالجوارح حجتنا لنا الاعتقاد بالقلب لنا، قال يتضمن القول باللسان سالس العمل بالجوارح ومن الادله الدالة على أن العمل داخل في مسمى الإيمان دخولا أوليا تكبر دماني عند مخانو ترح بملحسون عند حري دماني والله آمين الله قبل كم ملحسون لو من عبا سجدي خان عبا أمي خان عبا أعمال الإيمان ده ده دماني مؤمن كتب الله أسلم كتب ولذلك ربنا عز وجل تايلو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن العمل يدخل في مسمى الإيمان مالتي. ولنزي واضح دخولنا له حديث وفد وفد عبد القيس. أب رواية البخاري ومسلم اللازمة مالتي. إلى موم النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ تا الإيمان بالله وحده تبال ست فلت واد وإلى موم. وفود أمزل له حجي قالوا الله ورسوله أعلم. أين فلت أني ناي لهمم النبي عليه الصلاة والسلام رأي تا إيمان مالتيو أتدرون من الإيمان دحر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة حجي مستا إيمان يوم متى صلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس لهمم إذن عمل دحر دا سني إيمان مسؤول يلن مالتيو ولذلك شيخ الإسلام تايبل رحمه الله عليه وقد تبين ان لفظ الايمان حيث اطلق في الكتاب والسنه. ان لفظ الايمان حيث اطلق في الكتاب والسنه، دخلت فيه الاعمال. ايمان كنا بالكلنا مسؤول تاتي له مالته اعمال. عمل دحر ديال قوي نسني ايمان لن ولهذا كان القول ان الايمان قول وعمل عند اهل السنه من شعائر اهل السنه. شعائر اهل السنه والجماعه الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان زي معروف شعار أهل السنة أيو. ولذلك إمام الشافعي أب كتاب الأم ابتناتهم تايبلو وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم صحابة يوم نيروم تابعين يوم نحن دركبنا لهم علماء وين إلو نيروم؟ يقولون الإيمان قول وعمل ونيه وني خبلو خلو اعتقاد بالجنان مالتي تاني لب مالتي لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر بحنتي أنت راح أنت لأي سني تحنتي خل كترفه هاي مالتيو ترى لا إله إلا الله إلا لب ترى أنا يلب زي بلو خينو واجي أنت دا دقى... تكبر زي بلو تغميه بالله مالتي، فهذه الثلاثه اذا اختل واحد منها لم يكن العبد بها مسلما، ولذلك إمام الدعوة انتيلو اعلم رحمك الله بل ان دين الله يكون على القلب، دين كبهالت الأخوين اولا نعم امنتيالو مالتي على القلب بالاعتقاد بامنة مالتيو وبالحب وبالبغض، تحب الشريعه تحب الايمان تكره الكفر زي انت مالتيو ويكون على اللسان أما الحسد ماني تكبري مالتي بالنطق بلا إله إلا الله محمد رسول وترك النطق بالكفر نايك حدث زخوة نزارة بعد ما نختقد عليك ترى نايك حدثها الله خوين أدماني على خطر مالتي ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام بأكلات كادماني بمنتهي تكبر مالتي أركان الإسلام أبتكبر مو علم على وترك الأفعال التي تكفر كم دماني كفر ده بتصحز خانة تكبر دمان أخت قد فعلك كابزن سلست حنت أنت رأتري فلكن تأيمن ملئتي أيت إذا نتايلو إذا أبت نصب تكتب الله فإن عرف التوحيد ترى حدا سب توحيد ترى فليتو ولم يعمل به ترى أبتكبر زي وعيل وسني فهو كافر معاند مفلات راح سن واجيبه لون مالتيو ككفر فرعون كان عندنا فرعون وإبليس وأمثالهما. ايلو لو. يفلتوكا يا إبليس يفلتو. فرعون يفلتو. وهذا يغلط فيه كثير من الناس لو. تامفلات راح سني خلت خويا نيوسلو بزحسب. زي لا لا ما شاء الله كل بيدو فلت ابلكا. ما شاء الله يزي ولا تفلت وانت تد ديو تكبر دي, دي الواسني تقميه بالان مالتي كم نائم من كوينو كم نائبليس ابليس كم ناي فرعون كوينو لو مالتي زي بزح سب دي فولت لو يبل هذا حق دبل الله نحنا جل سبع هذا حق ونحن نفهم هذا بلوخا زين فولط حقهم حقكم يكم استبلو لهم ونشهد انه الحق يبلوخا ولكن لا نقدر ان نفعله خين جبر ام خمزاناتكم كينا اتواسني كم كالموني دحراي كسب حجزها كل زي أي الواد ايه اللو حق فليت إيو اللو خسني واقا يبلان بل بل انتايلو ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا ما من وافقهم والله تحن قبر أبتعد ناسني كم زاناتكم دحريلنا أي قمت أناني ومسلزي بخومينا مبر زاناتكم دا حق أمخانا دا فليتنا لا لنا ندينا مع استطارات إرناب بلاك زيات رحم ببالو سني انتايل كونتني أخوان اخلتي كونتن مالاتيو ولم يدري المسكين يلو ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق <applause> كم زي زبل سبنت الأخوين زي مسكين أي فلت أنا الليل كان دحر ده أمين يتبلا أنت الأخوين كات أبو قال لكم زناتكم سنك كان أتي أكو زات تبلا هذا لكم دحر لك زي سي أمين يختب لي تخليني قا أئمة الكفر يعرفون الحق <applause> ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار بمغنيات دعوري أمبر فمو حق مخانوس سفلتو نيروم يوم ولذلك ربنا عز وجل تايلو اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ايلو فلت نيروم لكن نايد الدنيا تقمد اليوم مالتهم مالت مالتهم قد ما عز وجل تايلو بزعباتهم نا يهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لك حمد نولاد كما اجيروم نرسل عليه الصلاة والسلام سني فلتو إذن فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق مفلات راح سني انت دعا ديفهم خوينو انت دعا بتكبر ديو علو سني اذا تاي خوينو بمفلات راح منافق إذا خوين دول لنبري أسلاما يختب له بل يفلتو يو مخ أي هذا ش الش... انت له شر كوين له مالتي كابت كافر لأنه اندفل خلو أي تختلون مالتي ولذلك ربنا عز وجل تايلو إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا أنا من تايم خوينم دلو لأنه فليت أم ما يوم وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة أي نمالته يزي مسألة زي عبي يزخون مسألة زي حجين الزارة والدلنا سفيح دمانيلو إذا تأملتها في ألسنة الناس بزحت بملحسهم زبلوها قد أبو سب تركبي خيلو ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا قال له تحق أن فلت أخوه مجاملة النخالوت دقدف له قال له يدماني بتقباره يقبره له لكن بوشت دي أمنه لما لتيه. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرف تختعت خل لخان نمتاعي دقبرو دلو قبل بول حن تخم زي بولو دقلت سألك هاللو مالتيو إذن زي حجي كندي كفلت هات له سن في الأول عرف التوحيد ولم يعمل توحيد فلي تقول له ترى دي سريحو تغمي كم من كم منتاي مساله يبولنا مالتيو كم فرعون وإبليس يلو فرعون يفلتو إبليس دماني يفلتو هذا ما يسمى بكفر الإيباء والاستكبار بهال تعبيت حيزو امبيتا حيزو سني ولذلك ربنا عز وجل في سوره النمل تايلوا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا قال شيخ الاسلام نتيم يا رحمه الله عليه كفر ابليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن اصله من جهه عدم التصديق والعلم فرعون يقول ابليس يخون يقول ازياتهم سني زي مفلات ايكونن ويدماني زي امنولو ايكونن كفار كوينم دلو فان ابليس لم يخبره احد بخبر ابليس شيطان مالتيو كالي سبا ايكونن مجي جيرو انت اداني مباشر يسمي دللو مالتيو بل امره الله بالسجود لادم فابا واستكبر وكان من الكافرين حجي حتى تنجيري كونن مؤمن تخوينو اسلاماي تخوينو انت انا نحنا مالتيو تنجيرنا إن امننا دلنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا خلاص كم يدمت ما تدرجة مؤمن ترى خوينو درجة بدرجة خوين دلو ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب كيرا أخا لكن إذا أتم تأم كل رئيهم مؤمن فرعون كل أدلاري إلو إبليس رب العالمين أزيزوه فأبا واستكبر وكان من الكافرين فكفره بالإباء والاستكبار تا كفر ناتو سني دي مفلات دي تعبيت يا مالتيو انتا فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك لا لأجل تكذيب وكذلك فرعون ولذلك تا آية زغر بسورة النمد واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوها وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يفوتوهم دلو دلو لكن دار أيوا خلو تعبيت حيزوهم بالليل مالتهم. ولم يدري المسكين ان غالب ائمه الكفر يعرفون الحق بلازئه لكن هذا لا يكفي لان المعرفه والعلم بالتوحيد لا تعتبر ايمانا بحد ذاتها. توحيد راح مفلات انت الافتكبر ديتو اعلان ترى اخوين تغميه بالله كم أنت كم أبو طالب مثلاً أبو طالب تامي من الرسول صلى الله عليه وسلم حبه مش يعرف الحق بل وينطق به تحكي فلتواني روميوم ومع ذلك فهو في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح له أب مسلم قال له في الصحة أب حو جهنم اذا إذن لابد من الإنقياد أنت لا تدع أبو لا أبو طالب تدعي لك سلزي تلين مالتي بل حتى بملحصوين إلواني رومالتيو فرعون قوم صالح أو صالح انت امرئهم ام. رب العالمين تاري يا اخوان <applause> ناقاري لا. واتي واتي. يوم ما يمش لها شرب معلوم تباهيلا كاب من تاي كاب غوبو دار أيوة واخلو وطيا ز يوم يمدلو انت خوينهم يم دادي دي انت اتاب كفر بطي حتهم دلا لانهم لم ينقادو حراي لهم سلي زي تقبلوا واليهود يهود, يهود ما نكمو عرفوا أن محمد رسول الله كما يعرفون أبنائهم ولذلك ربنا عز وجل تَّأَيَّلُ فإنهم لا يكذبون كله تآيات تي لكن تايم دقوب ظلم ويدماني تعبيت حزوم دلو مالتهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولذلك سيدنا موسى تايلون فرعون أبسورة الإسراء اللات النازية لقد قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر له تفلت إخايله فرعون إزي كل المعجزات تسع آيات ير يودله زخن زري خايله لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الله سبحانه وتعالى حجة نقوله زور تفلت إخايله لكن تأحزات كادلا تعبيت <applause> حزاتهم على تيو إلى إلى أن قال وأبلغ من هذا مشتاق محد يذكرنا نيرنا كلت اي ويان مت نرسل عليه الصلاة والسلام آيات حتي تمام علامات نين حتي تمام زي عب حديث صحيح لوم على أخرجه الترمذي حجي انتهى لهم من عليه الصلاة والسلام كل مسنجرهم نشهد أنك نبي الوم شوف رأي حجي نشهد أنك نبي دحرئ لما النبي عليه الصلاة والسلام ما يمنع ما يمنعكما من اتباعي موديت ده دعي لما نشهد أنك نبي لما مكيم دلوا مدي تقتلوني حجي من راح سن خلتي كونتين أنت كنت جبر على كمالتيه كنت قتلوا لك أتسرع لك نمتاي الأم مسولوم قال إن داود دعا ألا يزال في ذريته نبي داود انتايلونيرو كل كابزوريا ناتي يطرح نبي خونيلو دقبرا دعا الله وإننا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود حجي كم زياسة لدينا أب يهود ندحرنا أخات خطلنا كادما يهودا يقول فنانهم كو كقتلنا أمي لهم لكن تاقيرهم يوم مسكرهم كلهم قتلوا ما مالتهم فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان لأنهم لم يلتزموا طاعة الله مغنياته طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حراي لهم سلزي زي من يعني أسلام يكون مالتي كم أبو طالب مالتي أبو طالب دي تزاربو زرباتات قلقل رافدان تايبلو حتى لا مو اسلاما انيري ام لكن ثبت بالحديث الصحيح اب كفر موتو مالتيو انتهي نيرو حتى شاعر نيرو ابو طالب والله له والله ليسل اليك بجمعهم ودحوا الى مم تاكبو ولا تموت سني نعاخا تنكفكا يلن حتى اغي اغيب في التراب دفينه تحت مريت لن تديكو سني نعاخا دقربكا منو ابو طالب فصدع بِأَمْرِكَ ما عليك غدادة تربد أززك كل أبصحي خيلهم وأبشر بذاك وقر منك عيونا عين خارج أتركب كسنيخة خا. أنا اللي خو ودعوتني وعلمت أنك ناسح ناسحي دعوة جير كان لي مخير كاني خا كادماني وعلمت أنك ناسحي نبي حق مخرخ ليسني يفلت إيلوم ولقد دعوت وكنت ثم امينا، دعوات قبر امين مخان دماني انا فلت الكا ايلو. عجيب والله. دحراين تايلو اقالي روايه ودعوتني وزعمت انك ناصحي، مخاري كونكا، مخير كاني خاود حوي ولقد صدقت وكنت ثم امينا، ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا الله اكبر. عجيب دخونا. يفلت إلو ولقد علمت بأن دين محمد إلو من خير أديان البرية دينا قبل علمريت ريت يعني كا كابنا يفوت أراد دين تزبلت نيود حوي دين إلو مالته شوف أبتاخد موت كل حجمة يوم الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا آه كم بقوم مالت يوم إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أبو حقوم كم تخلو أكيبوم ندقهم نلك محمد مساينيرو يتيميو حجدي ماني من نمحمد انتاي زقبرو زنكابا خبولو يلو دحرائن انتاي لو أبو تالي بيلو أبو تالي بيلو والله يفلت اكاي لو أبو أمي خمو دبل دولو بحقو من مالاتي يفلت اكاي أمين يخا أبدين كا بدين تفوتو يخا أمانا زل أخا حما قم دي تقبرو نزو نزي نزيو نزو نزو وده وده حسلازي نابا خاقر فولو خيلو مالاتي ما شاء الله كم يجيرو دماني أمانا ناتو دماني فولتو يوم مالاتيوم سبيتون أبو طالب لكن مسلمة في النهاية لأنه تفلت يا أدي أم مالتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقوم لله الله عبياتهم يا لكن إذا من ندعو موت مسكرة حتى مات يوم النبي عليه الصلاة والسلام يا عمي قل لا إله إلا الله أحا... كلمة أحاج لك بها عند الله لهم يعني سبحان الله قوس مسكر كتكون كا أبقى يلوان إذا لا إله إلا الله نخبل سني بل أخامس ولوم حجين بعد أبو بعد أبو جهل قال ملتهدم ما نيرو ما بتقوم حجي نتايلو والله محمد ابو ايه طالب سن موت فريحه كو ابتا مجر شايلو كنت كصرفوني أم ندا بالي بل على ملة عبد المطلب بس بالي يا مالتها مالتي دحرا النبي الله سبحانه انك لا تهدي من احببت تقول وريدا مالتي راي ز كل زي ندا بالي كله حجي قليل ايكونن والله ز مؤلف عجيب اذا خلاصه يلو دمصي وادلو بافكار راح يلكايو سني اخو لا يكونن. انتاي كله والله مالتيو تكبر كله والله بأفكار راح تزخون إن هالك العلي يلن مالتيو ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان لأنهم لم يلتزموا طاعته والإنقياد لأمره سلزي دمت <متحدث> كان يشرع نجر هرائل خات قبل ذلك والله إذا أسني ندحري تنصقون على خط أري ولذلك ولذلك يلو ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار ثم قدام الزنبورو أب كفر أب وسني زودة أوسني يوم دا قبوري أم عزر اندامت أم مالتي وإلا تحق سني حق مخانو يفلت مالتي ولذلك بزحات إعراض زقبورو كم بعل عبد الله ابن أبي ابن سلول عبد الله ابن أبي ابن سلول انتاي رئيس المنافقين النيرو لأنه مدينة رسول صلى الله عليه وسلم كتب مهجرة ንስኡ ሓላፊ ናይ ተዓዲ ክኸውን ገለመለ ሓታ ዘውዲ ብርእሱ ዝገብ ዝገብሮ ይሰርሕሉ ነይሮም ረሱል ምስ መፁ ተረሲዑ مهنيات كل سبع شقيل برسول صلى الله عليه وسلم حج انت اتي حقد اتي مالتي حسد اتي و بافول في زوا لكن اعتقادنا امتى نبرون مالتي نيلبي بيبولن مالتي رئيس المنافقين وكل كبر دحازم دماني نيرم مالتهم فرعون هذه الامه الى من النبي عليه الصلاه والسلام ني ابو جهل مالتي ابو جهل دماني اندفلت ايو يفلت نيرو حتى احيانا كقرو خلو جنا مكه كله رسول الله عليه وسلم القرآن ليت قرأه له من مت ومشت مشت أبتي أفتى جناه تجزه هون يسمع نيرو مالتيو تي أبلبهم يتنكفم نيرو مالتيو لكن تعزوا مالتيو تعبي تعزوا مالتيو وحب ملذات الدنيا والاستقرار في والاستقرار فيها قال يوم دماني شهوة مشكلتي يعني أنا مشلنا شبهة وشهوة كم شهوة دماني بسمعتنا نفس دماني أمية ابن سلت إذا أمية ابن سلت دماني كابتم شعراء نيرو لو تشعرنا تتري زد أسلام يديني روح تقول تقل مالتيو حتى النبي صلى الله عليه وسلم حدوان شعرك قبر كله إيه إيه بلوني نيرو كومو كتسل كتسل مالتيو يعني عايز دخول الشعر قبر نيرو حتى أنتي كاد أن يسلم لهم لكن حدوان حتى كمسلم يلونيرو كمسلم تبقي عندما أراد الإسلام وقيل له إنه يحرم القمر خمر كو تحرمو خمر حرام يلوم ما أمدلو خمر تحرم أبا سلم ناي تايلو فرجع على أنه سيسلم سي من العام القابل مباري قال زعامة زي أي مسلمين أبتعدت من عامة ليتلذذ منها ثم يعود ليسلم لي ولكنه هالك قبل أن يسلم كي مسلم خلو ميتو مالتو وامثال ذلك بزوحا لنا مالتو نزيد مسل بزوحله له اذا انت اتدلي مالتو تا ايمان سني بسلستي اني اختغل زلوا مالتو انت انت يا اخوان القول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالاركان كابزين سلست انت حنت انت لسني لاسني ايمان قدر لي مالتي مالتو ملو ايمان ايكونني مالتو ان شاء الله بزياده تريفنا له عبد متصون ما مالتو ونسال الله عز وجل ان يوفقنا لما يحبه ويرده وصلى الله وسلم على نبينا محمد